كتير من الشباب اللي بيحاول يرسم دلوقتي افكار عن الكاريكاتير دايما دايره حوالين فكره ان حد قاعد مأنتخ. فانا بصراحه استفزني ان انا اجرب ارسم شخصيه مأنتخه، بس هنراعي فيها شويه تفاصيل كده يعني غايبه عن ناس كتير، فانا هحاول ان انا ارسمها، احاول برضو ان انا اجربها وممكن تفتح معاك افكار برضو يعني. فخلينا برضو ايه يعني ندردش شويه كده عن الحظر واخبار الحظر ايه معانا والحاجات دي. مبدئيا طبعا انا لما باجي ارسم بعمل الاول الهيكل اللي انا اللي بتاع وضع الجسم، تمام؟ فطبعا ده الكرش، تمام؟ فطبعا مهم ان انت تعمل وضع الجسم واحد قاعد ما انتخ فيش حاجه في دماغه وهيبان في ملامحه، تمام؟ بس في الاول انا بس ايه بحدد الجسم هيبقى عامل ازاي، زي ما اتكلمنا قبل كده في شرح وضعيات الجسم في الفيديوهات اللي قبل كده، برضه هسيب لك الديسكريبشن تحت ان شاء الله في الحاجات دي كلها، تمام؟ انا كده ايه يعني عملت واحد قاعد على الفوتيه او الانتريه. هبتدي بقى ان انا ايه احبر. هو انا برسم على طول، تمام؟ وبالقلم الاسود، لكن طبعا انت ممكن ترسم بالرصاص اول، تمام؟ حطيت ايده كده كرشه شويه كده، انا يعني بعرف انت ايه لما تاكل كتير، مش كرش بقى من اللي هو المبالغ فيه قوي، اللي هو لا يعني عارف انت واحد بس اكل كتير يعني ومن الانتخه بقى، فايه فجسمه ايه يعني مرخي كده، تمام؟ طبعا اتعمدت ان انا باين ده في عينيه، تمام؟ حد يعني ايه مرمي كده على الكنبه مفيش في دماغه اي حاجه خالص، او حتى لو في دماغه هيعمل ايه يعني، هو مفيش قدامه غير انه يقعد بس. تمام، هبتدي بقى الون يعني بالوان الميه، انا بجرب معاك يعني مش اكتر يعني. فترة الحظر دي هي فترة احنا بنبقى قاعدين بالوضع ده، بس طبعا يعني ايه غلط كبير جدا ان انت تبقى قاعد في فترة، الفترة دي مثلا حاجة انت مجبر عليها او فترة كده عليك انت مغصوب عليها ان انت تستناها تعدي. حتة ان انت تستنى حاجة تعدي دي كارثة بنقع فيها كلنا، ان انت تستنى حاجة تعدي. يعني انت مثلا عندك كلية 4 سنين، تمام؟ تستنى ال4 سنين يعدوا بالطول والعرض، ده حرام بصراحة يعني. لازم تستغل ال4 سنين دول، لان دول 4 سنين من عمرك مش هيجوا تاني، وفي فترة يعني عارف فترة لها حلاوتها وفترة لها شغلها وفترة لها حاجات كتير. كذلك مثلا ايه زي الحظر اللي احنا فيه، انت قاعد في البيت، تمام؟ مفيش قدامك غير انك تجرب تعمل حاجة جديدة، تتعلم حاجة جديدة، معرفش يعني كل واحد ادرى انه ممكن يعمل ايه وممكن يطور نفسه في ايه. يعني اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وفي ناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع ده، وفي ناس كتير قوي قالت ان انت لازم تتعلم حاجه جديده، وكورسات نزلت مجانا من مش عارف موقع ايه، ومش عارف مين شير فيديوهات هو عاملها بيشرح فيها ايه، حاجات كتير وناس كتير ساعدت ده، وده حلو جدا، تمام؟ لكن حته ان انت تبقى قاعد مستني الفتره تخلص، لا دي بصراحة حاجة لا خالص يعني، لا خالص ما فيش فيها نقاش يعني ان احنا ما نتكلمش فيها، تمام؟ حتة ان انت تتابع الاخبار وتتابع ايه الدنيا وصلت لايه والحاجات دي مش بتاعتك. اتكلمنا طبعا في الموضوع ده قبل كده عشان بس ما نقولش كلام متكرر، بس في نقطة يعني انا برضو كنت اتكلمت فيها وفي ناس كتير اتكلمت فيها، ان انت بتطور نفسك وان انت بتتعلم حاجة جديدة وان ان شاء الله دي فترة وهتعدي والكلام الجميل ده كله. هي فترة ان شاء الله هتعدي بإذن الله، بس برضه احنا مش عايزين نتمسك فيها بإيه يعني، ما نقعدش نخطط قوي بس لحتة انها ما تخلص هنعمل ايه ونرجع بقى شغلنا ازاي ونطور مهاراتنا ازاي. من الحاجات اللي محتاجة تطوير جدا يعني علاقتك بربنا، برضه محتاجة تطوير جدا، محتاجة ان انت تشتغل عليها كتير جدا. وفي حاجات فرصة ان انت قاعد يعني بدل ما انت قاعد تبقى منتخ كده زي صاحبنا اللي احنا بنرسمه ده وقاعد مطريها خالص، لا ممكن يعني ايه تشغل دماغك شويه، طب ايه اللي انا كنت بعمله غلط وبقى صح، يعني فرصه للتامل ان انت تتامل حياتك يعني دنيويا واخرويا، وعلاقتك بربنا كانت عامله ازاي، وطب تتظبط ازاي، كان في حاجات انت نفسك تعملها بس كنت بتتحجج بالوقت. دلوقتي طبعا الوقت ما فيش اكتر منه يعني، ده احنا بنصوت من كتر الوقت الفاضي يعني، تمام؟ لكن طبعا الحاجات دي كلها انت هتغفلها تماما لما تلاقي نفسك قاعد مجرد ان انت بتستنى الفترة تعدي، مجرد ان انت بتستنى الفترة تعدي دي بتضيع عليك فرص
تظبط نفسك في حاجات كتير. إيه زي ما قلت لك، مش بس ان انت تطور نفسك في مهاراتك اللي هي الحياتية، لا، في حاجات كمان فيك انت، في نفسك انت محتاج تتطور جامد جدا. محتاج تكون كل واحد ادرى هو عنده نقص في ايه محتاج يكمله. محتاجين قوي ان احنا نستعد لما الفترة دي تعدي، هنرجع لحياتنا تاني ازاي؟ هل هنرجع زي ما كنا؟ هل هنرجع احسن مما كنا؟ هل كل واحد مخطط، لا انا لازم ارجع وانا متعلم لغة جديدة، لازم ارجع وانا متعلم برنامج جديد على الكمبيوتر مثلا، متعلم مهارة جديدة. طيب في حد مثلا مستعد ان يرجع عنده طاقة لان لما ارجع هظبط معاملاتي احسن، مش هكذب في معاملاتي، هراعي ربنا في اجور الناس اللي بتشتغل معايا، مش هبخس حق حد يعني، فاهم؟ فهمنا طبعا. يعني احنا محتاجين اصلا، يعني هي فرصة ان انت عارف انت زي جرس المنبه كده، بس هو بيصحيك، يعني اللي هو خلي بالك الدنيا معاك محتاجة شوية تظبيطات، فانت بتظبطها بقى من كله. ما ينفعش نغفل جانب حتة ان انت لازم ترجع لربنا. لا ده طبعا لازم ترجع لربنا، هو من الحلول طبعا اللي مطروحة وبقوة كمان، تمام. ما نقدرش ننكر ده وما نقدرش ايه نغفل ده. طبعا انا هنا لما بشتغل بالقلم الاسود استنيت لما الالوان نشفت، تمام. يعني انا بس ايه عملت قط كده وسبت الورق تنشف تماما، يعني عشان بس ما تقومش جايب القلم وتحطه على الالوان فتبوظ الدنيا، تمام. في حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نندم عليها بصراحة في تعاملاتنا وفي حياتنا بشكل عام، محتاجين نكون يعني ايه اجدع من كده شوية. هل انت بقى بدأت تحط خطط؟ هل انت بقى بدأت تشوف هتظبط ايه وهتشتغل على نفسك في ايه؟ انا بالنسبة لي بشكل خاص بدأت ان انا ايه يعني ادوس شوية في شوية برامج كده كنت مأجل ان انا يعني اخبط فيها. بدأت اجهز حاجة كده ان شاء الله تبقى حاجة كويسة جدا على القناة هنا قريب قوي بإذن الله، بس مش هقول لك ايه هي، تمام. عندي حماس جامد جدا ل ان انا اطور حاجات كتير قوي هنا في القناة، يعني بصوا هو احنا في أزمة، تمام. والأزمة دي أكيد أكيد مواجهة الأزمة دي مش بالغنى وبالضحك والفن والكلام اللطيف ده، ده كلام حلو تمام وكل حاجة، بس احنا مش عاوزين نحط راسنا في الرمل. لا انت عندك أزمة محتاج ان انت تواجهها وتكون يعني تعرف قدر اللي انت بتواجهه علشان تواجهه كويس، عشان تعرف تكون قد المسؤولية، تكون راس براس، مش يبقى حد يعني حد جاي يهلكك وانت تقول انا بقاوم بالمش عارف ايه. لا مش وقت كلام فارغ يعني، تمام. يعني هو في فرق كبير جدا ما بين كارثة جاية تدمر الاخضر واليابس وبين صاحبك اللي بيلقح عليك بالكلام. ده ممكن تطنشه وممكن تلقح عليه انت كمان، ممكن تعمل نفسك مش همك وتقعد تغني وتتبسط، ساعتها هو ممكن يتغاظ ويطلع من نفوخك. لكن لا، دي كارثة حقيقية، محتاج ان انت تعرف بالظبط الاسباب اللي ممكن يعني ناخدها تبقى وسيلة وقاية كويسة، وما تقعدش تنتظر الكارثة تخلص لوحدها. انا عايز اعمل بقى ان هو يعني ايه بقى له فترة مهمل في نفسه بقى وكده، ف يعني مثلا ده مطولة شوية كده، يعني التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها كتير جدا قبل كده، تمام. هو سكتش كده جه في دماغي ان انا اعمله، انا كنت اصلا بجهز لفيديو تاني خالص، بس هي جت في دماغي كده الفكرة دي ان انا اعملها، يعني ان انا اشخبط كده واتكلم معاك شوية. بس يعني دي تجربة كده حبيت ان انا اشاركها معاك، تمام. هنا بحط بقى لون الاضاءة زي ما اتكلمنا قبل كده، تخيلته مثلا لون اورنج مثلا او اصفر،
تمام. هو المفروض قاعد في البيت يعني، المفروض ما كنتش هعمل له كوتشي كده لابسه، بس انا جت كده يعني مش مشكلة. انا بقول لك انا مش بفكر في الموضوع قوي يعني. تمام، هو مجرد بس ان احنا ايه بنجرب البوزيشن بتاع القعدة والالوان، مثلا بنشتغل بالالوان، بنشوف بنشتغل بيها ازاي، تتخيل الظل والنور والحكايات دي كلها. بس هي تجربة كده حبيت ان انا اشاركها معاك في الحظر يعني، وانا قاعد كده. وبالنسبة للشباب اللي جربوا يعملوا حد مأنتخ، دي مثلا تصور بسيط كده انه ممكن يبقى ازاي. تمام، حسيت ان انت تخليه، انا احس ان هو مرمي على الكنبة كده، تمام، مش مجرد قاعد او نايم او كده وخلاص.